قالوا ليه يا حسن يا بصري انت اعصابك هادئة دائما هادئة دائما واحنا كلنا منتظرين حد بس ايه يلمسنا وكل الناس في البيوت يقول ايه انا منتظر لها غلطة واحدة سبحان الله ليها تنقلب ملاك طاهر يعني ما هي بشر زيك كل بني ادم ايه صواب ولا خطاء طيب يعني تحفظين انه خطاء وانا خطاء والزوجة خطاء والعيال خطائين ولكن افضل الخطأ ان الانسان يعرف خطأه ثم يتوب ويستغفر حتى مع الله عز وجل صح ولا لا طيب. الحسن البصري قال امور اربعة جعلتني كما ترون اربع حاجات انا عايزك قبل ما تطلع من المسجد احفظهم لتكملة للخطبة علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك هل رزقي يذهب اليك وهل رزقك انت يذهب الي لا رزقي لا يذهب اليك انما يذهب الي ورزقك انت لا يذهب الي وانما يذهب اليك انت دي ثقة رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك العجيب في الرزق اول ما يجي سيره الرزق فورا تتراقص امام عينيك العشره يورو والعشرين والخمسين والمية صح ولا لا ده نوع من الرزق نوع من الرزق اخر صفحه في كتاب الرزق لكن الرزق ايه زوجه مطيعه يقول لك يا شيخ اقلب الصفحه مش موجوده طيب اولاد برره يقول لك اقلب الصفحه مش موجوده لا حول ولا قوه طيب الصحة يقول فين فين من 20 سنة فين لما كنت أحمل الأثقال وفين لما كنت أركض في التراك 10 كيلو الصبح وفين لما كنت أكل ولا أعي ماذا أكل يعني ما فيش صحة طيب اخلب الصفحة قلبنا الصفحة نعمة الأمن رزق نعمة سبحان الله اللي أن يستطيع الإنسان أن يرى الطريق أمامه دون ما حد يقوده نعمة نعمة أن أقف على رجلي لأسير للعمل وللمسجد وللزيارات ولعيادة المريض ولتشييع الجنازة رزق سبحان الله الله عز وجل أنعم علينا أقول لك شيء بسيط لو منع الأكسجين الجو ده 5 دقائق علينا كلنا 5 دقائق بس ماذا نصنع 5 دقائق ينتهي نعمة ولا مش نعمة لما يتعثر الهضم شفت الراجل الألماني اللي عنده 90 سنة السنة الماضية أيام ربنا يعني يشفي العالم كله عنده كورونا ولا المهم فاحتبس بوله الراجل 80 نقله أولاده بالإسعاف على المستشفى مدينة ألمانية فلما صرفوا له ما احتبس من بوله بكى بكاء مرا الطبيب انزعج قالوا في ألم قالوا لا ده أنا راحة أولاده قالوا طب ما ليه أبويا بتبكي ليه قال أنا أديني 80 سنة البول بيتصرف أول بأول وأنا مش واخد بالي وأنه ده نعمة من الرب فلما استدعى الأمر تدخل الطبيب شعر أنها نعمة نعمة بس إحنا للأسف بعض النعم نستشعر أنها من حقنا ناخدها يعني من حقي ان اجلس هكذا لا يا اخي مش من حقك ممكن غضروف ممكن فقرة ممكن عملية سبحان. مش من حقي ان انا ارى 100% ممكن العينين الشبكية تقع سبحان الله الابتلاع اللقمة ربما يحصل انسداد في البلعوم ولا في المريء ولا في وتنزل في القصبة الهوائية تخنقني لكن بيشعر انها ايه حق من حقوقه لا مش حق دي نعمة من الله علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك وعلمت أن الثانية هي جاية حفظت الأولى إيه هي الأولى ها؟ رزقي ها؟ لن يأظن حفظها لن يأخذه غيري خلاص رزقي مش شيء وفي الرزق لما يتعطل ليس من نصيبي لما ما يجيش خلاص مش من نصيب يقول يا خسارة أقول الشيء بيجي لك البنت
حارسين متقدمين، واحد منهم عنده يعني ستر مادي، دخل وظيفة ويملك بيت وخد يملك سيارة ويملك 2003 في البنك، يعني عنده، لكن لا يصلي. فتقول لأم البنت ايه، بس يا فلانة الولد لا يصلي. ترخى وماله، ربنا يهديه، مش ربنا الهادي، مش انت تصلي ورا الشيخ عمر؟ ايوه صلي ورا الشيخ، طب ربنا الهادي. فانت تسكت. الولد الثاني يصلي بس امكانياته على جده، وهيعيشها كده ايه، هو حرفي يوم ويوم لا، على سطر وسيب سطر. تقول لا يا ابو فلان، هو هيطلع من البنت، هتطلع من الفقر بتاعك، هتروح عند الفقر الجديد رقم 2؟ لا. تقول لا، طيب ما هو ربنا الرزاق. تقول لا، المشكله مش كده، مش زي ما هو الهادي هو. وانت بتؤمني ببعض الاسماء وتكفرين ببعض، تعامل زي اولاد يؤمنون ببعض الكتاب. هو الولد المستقيم ده لما ياخدها، ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها. صلى على رسول الله. تاخد الثانية. احنا خلنا الاولى، هي وضعت هي خلاص. الثانية، علمت ان عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه. يقول لك ايه يا شيخ، اوصل ايه الام بعد ما ماتت؟ اوصل ايه لابويا؟ انا عايز ابوه وامه قبل ما يمشوا هم يوصلوا الروح، صح ولا لا؟ دي عاملة زي لجنة الرافة بتاع الامتحان، درجة 2، لكن الدرجة الاساسية فين؟ فعملهم هم. فانا اعمل، انا اللي اصلي. بالله عليك، انا لو مت ولم اكن اصلي، من يصلي لي؟ ينفع؟ ما ينفعش. واحتمال لو انا علي ايام صيام، الولد ابني يمكن يقول له هطلع له كمان 300 يورو، سبحان الله تعويض. لا يا عم، انا اولادي اولى، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. واحد مجوسي اعزكم الله يعبد النار، لما مات المجوسي راحوا الجيران يعزوه في عصر التابعين. فواحد قال له انا لي عند ابوك 100 دينار. فالجيران قال يا فلان سدد للرجل 100 دينار اللي على ابوك. قال طيب انا ما معي، لا املك الا هذه الدار، الدار دي تساوي 100، لو بعتها هسدد فلوس اللي علي. قال طيب بس سؤال، لو انا سددت ابويا يخرج من النار؟ قالوا لا، ده مجوسي مش يطلع من النار. قال لابقى انا في الدار ويبقى ابي في النار، هي كده بقى. انا اكسب ابن ابويا، اللهم صل على النبي، معنا خليه يتعذب زي ما هو، هو اللي جر على روحه. انا بيع الدار وابقى في الشارع وابويا هيدخل برضه يستخر. لا، فانا لما اموت انا الواجب اللي قدمته، السيره الذاتيه بتاعتي، عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه. وبعدين كل الناس يقول لك ايه، اول ما يولد الولد، عارف يا شيخ، نعم، لو خلص تعليم وتعلم حرفه وبقى وظيفه هستريح. يتخرج الولد ويتعلم حرفه ويشتغل، ابويا عايز اتزوج، وانا حاكم العرب، نزوج الولد ونجيب له بيت ونصرف على عياله واهل مرته، ونفضل ليوم القيامه واحنا ايه، لا اله الا الله. متى يستقل عنا؟ متى يحصل الفطام؟ في انا والله كان يجيني المكتب احيانا ام تقول يا شيخ عايزين نزوج هذا الولد. كام عمره؟ ده 39 سنة. طيب وايه المطلوب؟ احنا عايزين عروسة مواصفة، ده هي اللي تتكلم مش الولد، مش هو اللي يتزوج، لا هي عايزين مواصفة كذا وكذا وكذا وكذا. قلت طب سؤال، انت متى تفطميه الاول؟ جرى يا شيخ افطمه كيف يعني؟ يا حجة اقطعي الحبل السر اللي بينك وبينه عشان نعرف نزوج الولد، ده انت اللي هتتزوجه ولا ايه؟ لا. قال لها امي، موظفات معايا في المكتب جايين يشربوا الشاي عندنا ويسلموا عليك. جم ورحبت بهم، اهلا يا بناتي ما شاء الله عليكم. قال لها امي، انا عيني من واحدة منهم عايزة اتزوجها. قالوا هتكون اللي كانت على مين؟ قال لها ايش عرفت؟ لا انا ما استريحت لهاش من الاول، يعني عندها استشعار عن بعد، ما فيش قبول من الاول، لسه لا اتعاملت معاك، بصت في وشها الارواح ايه
ما تجاذبتش. صلوا على رسول الله. وقلنا كم واحدة من الأربعة؟ اثنين. الزيارة الجاية نقول لكل اثنين التانيين إن شاء الله. خلاص بطل. خلاص أكملها. أكملها حاضر. ايه ده عز ده احنا في عز ما شاء الله. انا الله فكرتكم لا تجيدوا الكلام ما شاء الله عليكم. طيب الامر الثالث، وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت نفسي للقاء الله. قل لاي واحد حتى مش مؤمن انت هتموت يا فلان، يقول نعم. بس هو تفترق، المؤمن هيموت وعارف ان في مصيرين يا جنة يا نار، التاني هيموت وخلاص ومعتبر ان ايه الحياة فرصة واحدة. علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت ان الموت ينتظرني فعددت نفسي له، وعلمت ان الرابع ايه، وعلمت ان الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت ان يراني على معصية. انت نفسك لو دخلت عليك بنتك وانت قاعد الثوب كشف ركبتك بتعمل ايه؟ انت اب تخبي صح ولا لا؟ بنتك. علمت ان الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت ان يراني على معصية. اخر شيء امام من الائمة صالح كده زي امامنا ربنا يحفظه، عنده 3 عيال، عايز يشوف مين من العيال اللي يصلي بالناس، فحب يعمل لهم امتحان صغير، مسألة انه مش مسألة حافظ وقارئ، لا مسألة مراقب الله. قالوا خد يا ولد كل واحد ديك ديك. كان في زمان في كتب التاريخ طائر ملون الريش وكان يأذن ساعة الفجر، كان يعني يحكى أمنا، الآن أصبح ديك أبيض لا يعرف يأذن، وبيأذن تبع الساعة الملخبطة بتاع المحمول دي، يأذن الساعة 1 والساعة 2 والساعة 3 والساعة 5 ووسط الظهر، ويمكن ما يعرفش يأذن حتى الصبح، وعليه شوية وهيبيض لأن قريبا يستنسخوه عشان يبيض. المهم فقال كل واحد ياخد الديك ده ويذبحه في مكان ما حدش شافه. راح الولد الاول والثاني ذبحوا الديك، غلق الباب الشبابيك النوافذ ذبحوا، الثالث جاي الديك زي ما هو، ليه ما ذبحتوش يا ولد؟ قال كلما غلقت الابواب علي علمت ان الله مطلع علي، وانت قلت لي في مكان لا يراك فيه احد، فوكله بان يؤم الناس انه يراقب الله سبحانه. شكر الله لكم الحسن انصاتكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا مولانا، بارك الله فيك حبيبي، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، بارك الله فيك يا ابن ربنا يرضى عليكم، سلام الله يا حبيبي، بارك الله فيك، سلام الله عليك، بسم الله الله يرضى عليك. مولانا حفظكم الله، بارك الله فيك يا ابن، لا تنسونا من صالح الدعاء.